مشاهد قاعدين نشوفوا فيها متاع ذلال، متاع ظلم، متاع تهميش، متاع إهانة لآلاف التونسيين من طالبي التأشيرات طبعا، وهذا من قبل السفارات الأجنبية، وهذا للأسف معناتها على تراب بلادنا. في الإطار هذا شفنا برشا أصوات تصاعدت من أجل إقرار مبدأ المعاملة بالمثل. شنو رأيك؟ ما ثماش علاش باش نكونوا أقل من غيرنا، هما عندهم حق باش يزورونا، فهمتي؟ احنا عندنا حق باش نزوروهم، أرض الله واسعة. عندي صديق عنده شنغان، سكيفية عنده فيزا يمشي وين يحب هو، مشى لليونان كان كرجل أعمال وقع، فهمتني؟ عدم احترامه، تقليل من احترامه لا كتونسي بل كعربي، ما فهمش علاش. دونك احنا شنو اللي نعمل؟ اللي نعمل المثل بالمثل والند بالنفس. عندي فيزا اللي ناخذها باش ندخل لك البلاد نتاعك بالمثل، نفس الشيء انت كيف كيف تقدم فيزا باش تدخل البلاد نتاعي. انا معاه، فهمتني؟ ولا المعامله بالمثل، على خاطر ما يكون هما دوله واحنا دوله، ما فهمش علاش. وزيد نتاع شنيه هو يجي ياخذ لك، فهمتني؟ ولا فلوس على التاشيره والدنيا وكذا، وما يعطيكش وما يرجع لكش فلوسك. هاي عليه هذوك كل الفلوس اللي خذاهم، هذوك مش فلوس، وهي احسبهم في الميات برك في النهار، يا قاعدين هما يسقطوا منا. اي شبيه مو لاباس عليه. انا بدي نرى كيف كيف، ماذا بينا تكون معامله بالمثل. ما با احنا بلاد سياحيه، سوى الحاجه يلزمناش ما نسحقوش، معناتها يلزمنا السياح يجينا من غير تاشيره، فهمت؟ احنا ديجا معروفين معناتها بال اوني تريزا كيو، معناتها احنا نفرحوا ياسر بالناس وما نسحقوش التاشيره اللي عملوها الناس هذوما. مي انا بيرسونيلمون ما نكذبش عليك، كان جيت كيفهم الناس هذوما اللي هما الحاجات الخاصه، واحد مريض، واحد عنده دوسي، عنده ملف، عنده شركه، عنده حاجه ارجون بالحق يتحقق تاشيره لازم يعطيوه. اما انا في بلاصتهم ما نقدمش تاشيره وما نمشي لهمش. النجم احنا في مثلا بنعاونوهم بالمثل، كيف مثلا كيف هما، كيما احنا نطلبوا في حكايه الفيزا، كيما هما عندهم الحق يطلبوا حكايه الفيزا، كيف كيف احنا نجموا، يعني عندنا نفس موازين القوى مع الدول خاصه المتقدمه. اي نعم، عندنا نفس الموازين، كيف كيف راه علاش احنا نطلبوا هما ليه؟ اذا كان للضروره الواحد باش يخرج للخارج، فهمت؟ داكور، سينو احنا بالعكس احنا ندعو للمقاطعه، احنا ما حاجتناش باش نمشيو لهم. راهو اذا كان ندعو الى المقاطعه، يعني نحبوا نستهلكوا تونسي، نحبوا السياحه نتاعنا تكون في بلادنا، عندنا لي روندوني وعندنا عين دراهم وعندنا امكنه سياحيه، فهمت؟ احنا بالعكس احنا نحبوا نستهلكوا تونسي وكل شيء، يعني على مستوى الملابس، على كل شيء، الاطعمه، فهمت؟ كون شاء الله هم للضروره، واحد يحب يخرج للضروره، فهمت؟ ما نعرفش انا ام لكن اليوم ثم حتى اللي للضروره ويتم رفضهم. اليوم نحكيوا ايضا على نخب تونسيه، نحكيوا على طلبه تونسيين تم رفضهم، يقول لك انه الملفات قانونيه، يقول لك انه حتى لي فاك غاديقه قابلينهم لكن يتم رفضهم. علاش يقول قايل معناتها وصلنا مع التوصل التونسي غير مرحب به؟ علاش؟ انا في بالي اقرا في بلادك خير، فهمت؟ واحد يعني بالنسبه للطلبه ولا حتى يعني واحد يبدا حياته بشويه بشويه، يشوف الانتوراج نتاعو، يصنع روحه بروحه، فهمت؟ مش كل شيء راهو يجيك حاضر في طبق من الاوروب. هذه مش باهي، هذه نورمالمون اللي كيما احنا قاعدين نستقبلوا فيهم حتى هم زاد يستقبلونا ويعاملونا بمعاملات باهيه زاد، مش كيما قاعدين نشوفوا توا. نورمالمون اللي بامور قانونيه، ولادنا تمشي غاديكا يقراوا يعملوا كل شيء بامور قانونيه، ما يمشيوش هكاك زاد. يعني ثم استهداف للتونسي كوم؟ اكيد اكيد ثم، من شنو هي؟ اكيد ثم، اكيد نورمالمون يستقبلوهم يعاملوهم كيما احنا قاعدين نعاملوا فيهم راه. ثم شكون يقول لك احنا معناتها نبقاو في حاجه الى الدول هذه، احنا اللي في حاجه ليهم واحنا اللي في تبعيه ليهم، اذا مبدا المعامله بالمثل لا يجوز. شنو ساعه حدد لي شنو مال الدول؟ نبداو بفرنسا اللي هي كانت مستعمرتنا واللي هي من اكثر البلدان الرافضه طبعا لمنح التاشيره. الاستعمار الاهداف نتاعو البعيده المدى، اللي تقرينا اللغه نتاعها وتقرينا الثقافه نتاعها وتملي علينا، فهمتني؟ اشياء تم باش نقعدوا تابعين لها. نبداو بفرنسا، كان نعملوا اكتفاء ذاتي وحدنا تو نستغناو على فرنسا. انا مثلا شخصيا ما زرتش فرنسا، واخر بلاد في الدنيا نتمنى نزورها وما نتمناش نزورها هي فرنسا. انا فنان تشكيلي،
ومهتم بالشأن الثقافي ونتنقل ونشارك في التظاهرات ويجيني ويمشي لهم، فهمتني؟ للأسف باش يجيونا لتونس يجيونا بسهولة تامة، وباش نمشيو مثلا مصر، باش نمشيو لمصر تحب لنا فيزا ونستناو، بينما المصريين يعمل فيزا فهمتني يجي ديريكت، الخليج يعمل فيزا يجي ديريكت، احنا لا، بعض بلدان الخليج فهمتني ما فهمش علاش باش يكونوا اقل منهم. انسانيا احنا قد قد، وبتتق احنا خير، احنا متفتحين كتوانسة، رانا نعيشوا في نعم احنا ما نعرفوش القيمه نتاعها. ابدا من الخيرات نتاعنا، ابدا من الجغرافيا نتاعنا، من التضاريس نتاعنا، حتى نمشيو للتربيه، نمشيو للثقافه، نمشيو للاصول نتاعنا. اليوم حسب معناتها المعلومات الاوليه والمتوفره تقول انه الدوله التونسيه والتوانسه هم الاكثر رفضا من قبل السفارات هذه بعد جي المغرب والا الجزائر. يعني احنا اللبنانيين حتى في نحكيو خلينا في المغرب العربي يقول قايل علاش؟ على خاطر مازلنا مستعمرين تو سامبلومون، مازلت مع الناس فهمتني ولا الاستقلاليه بالازداع بالراي والازداع لعدة الظروف، عدة اعتبارات فهمتني ولا البنك الدولي والقوى هذوكم الاقليميه وال لي ملتي ناسيونال هذوكم وكذا، ما غادي كما تجي اللي كونوا عدم الاستقلاليه نتاعنا. المفروض احنا اللي نورقوا للعباد اللي باش تجينا، احنا في العقليه نتاعنا نحبوا نمشيوا نعملوا الاوراق لبرا ونتنازلوا على برشا حاجات منهم الكرامه نتاعنا، نتجاهلوا الهويه نتاعنا باش نورقوا. ايبا شنو احنا نفس المستوى نعيشوا بالخير، توا ناخذوا فرنسا بصفه خاصه، فرنسا فهمتني المستوى الفكري مقدم متفاهمين، لكن المستوى المادي لا، أكثر مصاريف أقل مدخول. نفس الشيء في تونس، في تونس اللي يخدم حر ينجم يعيش حتى بأقل تكاليف، تنجم تعيش، تنجم تتصرف أنت في حياتك، علاش تمشي لبرا فهمتي وتزيد فهمتي تتنازل على برشا حاجات قلت لك منهم كرامتك. واقف أمور سياسية زاد راها فهمتني، أمور سياسية تنجم تدخل فيها الأمور السياسية أكيد، ما شنو اللي هما حاجتهم باش اللي يقبلوا يقبلوا، ما حاجتهمش ما حاجتهمش. على خاطر احنا توانسة أوني بارابول لي زوتر بيي معناتها شوية بخشوماتنا، معناتها ما نحبش نسمي البلدان الأخرى العربية فهمت، بخشوماتنا وتونسي ماك تعرفوه، احنا برسك توانسة كنا معناتها جابتنا كأن جابتنا أم واحدة، برسك كنا فرد رضعين ببروق وش علينا فرد واحد كل شيء. الوغ اوني با فريمون فاسيل وخاص ياسر باش نبوسوا اليدين والساقين والواحد كل شيء باش حتى كي نبداو لبرا. الوغ مع سياستنا كي تبدا ناجحه البلاد هنا ولا تبدا قاعده تتحسن ولا حاجه كل شيء، اوني يحبونا لا يحبوناش، ما يحبوناش يحبونا ناكلوا في بعضنا ونقتلوا في بعضنا وكيما صاير في بلدان اخرين. انا نقول اللي تونسي اليوم تو صافي نعرفش عامين ولا ثلاث سنين هكاكا، تو كثرة ياسر الناس ماشيه باش تعيش لبرا، وفما بالنسبه لي انا فما كل فيروس في البلاد، خاطر ديجا عندي قاعة افراح وكل وحده وكل انسان لاباس بيه ولا مش لاباس بيه، وراو ياسر ناس مرسمين في الشركات نتاعهم وفي كومسا سوا في الوزارات في الداخليه في اللي تحب انت، وزارات اللي تحبها اليوم انت، ويصوروا في فلوس وماشيين. فما شكون مخرج كل فيروس لطف كل مرض، معناتها مرح كما كل فيروس في البلاد، كل كوليرا في البليتو في البلاد اللي هج امشي باش فما كل شيء. هذايا مش في صالح البلاد، هذا مش في صالح البلاد، وظهر لي الناس اللي عاملينهم منافية، الناس اللي عاملينهم ناس سياسيين بليتو، هما كيزو كومونسي هما بداوا يعملوا معناتها عندهم مشاكل مع في السياسة، معناتها مع إكس وإكريك ومع سيد الرئيس ومع واحد وكل شيء، يحبوا هما معناتها كوم كوا يعملوا يخرجوا الفيروس هذا باش الناس الكل تهج، باش كوم كوا العباد زون بلو معناتها فرحانين في البلاد هذايا وزون بلو معناتها ساتيسفي باش ما يقعد حتى حد. ثم شكون يقول لك في الإطار هذايا إنه احنا ما نجموش نقروا مبدأ التعامل بالمثل مع الدول الغربية خاصة لأن ماناش في نفس موازين القوى، شنو هو؟ بالطبيعة، علاش؟ على خاطر الشعب ياكل من وراء البحار، ما ينجم يعمل حتى شيء، وقت اللي نعملوا احنا استقلالية ذاتية في الماكلة نتاعنا وفي الفلاحه نتاعنا
وقتها والصناعة والتجارة وكذا، وقتها نوليو نتعاملوا بالمثل. أبريتو كوريا الجنوبية ولا تايوان ولا ماليزيا ولا كذا راه ما همش خير منا، هما أصغر منا فهمتني ولا في المساحة، وأصغر منا في عدد المواطنين وكذا، ووقفوا أما الشعب وقفوا روحوا. دونك تو سامبلومون احنا وقت اللي ناقفوا لرواحنا، احنا عندنا 5 ملايين هكتار أراضي دولية مسايبة هكاكا، مسايبة في الواحد 5 ملايين أراضي دولية ما عادش نسحقوا بنجيبوا القمح من أوكرانيا، علاش مسايبينهم الله أعلم. فما برشا سؤالات فهمتني ولا يقعدوا معلقين.